المباراة الثانية اللي لا تقل احتراما عن مكسب طبعا او مكاسب جامبيا في مباراة اللي هي مباراة الكاميرون وجزر القمر. الحقيقة يعني حاجة تفرح جدا فكرة ان احنا نتابع فريق مصدق حلمه وبيحارب عشانه وبيشتغل عليه رغم خسارة جزر القمر لاعتبارات كتير، الحقيقة اهمها الارض وجمهور واسم طبعا وتاريخ الاسود ده، غير طبعا الظروف الغير طبيعية اللي صدفت القمريين، يعني اهمها طبعا وباء كورونا اللي تحسوا كده انه راح يا ويندي عشان الفريق ده بصفة خاصة. ده طبعا يعني الى جانب غياب حراس المرمى الثلاثة ومشاركة المدافع شاكر الهدهور في مركز حراسة المرمى، يعني ضيفي بقى على كده يعني مجموعة كبيرة جدا من الاحداث اللي حصلت زي حالة الطرد اللي كانت في اول 7 دقائق. يعني لو مانشستر سيتي بيلعب الحقيقة كان زمانه برضو انهار، ما بالكم بقى برضو بفريق زي جزر القمر. الحقيقة شيء يستحق التقدير صح والاحترام. صح دي نقطة. الدرس الثاني كمان المستفاد هو الإصرار على النجاح، حتى لو كان النجاح ما تحققش، بس يكفي فكرة ان الواحد يحارب لغاية آخر نقطة عرق في يعني مع كل لعيب من اللعيبة. ده اللي احنا كنا بنستناه احنا كمان فيما يتعلق بينا وبمنتخبنا، واللي ان شاء الله متوقعين ان هم هيعملوا بيه باذن الله، مش بس المباراه يعني المباراه القادمه ولكن الفتره اللي جايه كلها ان شاء الله. امبارح جزر القمر خرجت بعد ما كانت يعني سبب في ان هي تطيح بمنتخب غانا صاحب التاريخ العظيم، وعملت قدام الكاميرون ماتش اقل وصف ليه انه كان ماتش تاريخي بالمعنى الحرفي للكلمه. طبعا انتهت المباراه بنتيجه 2-1 لاسود الكاميرون. بنتمنى كل التوفيق لكل شخص مجتهد ولكل فريق مجتهد، ولسه عند كلامنا احنا البطوله دي يعني لم تبح بعد بكل اسرارها حتى هذه اللحظه. كل يوم والتاني بنتفاجئ باحداث ومستجدات، ادينا قاعدين وبنتابع وبنشوف.